أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب الصف السابع في شرح لمادة الأسبوع 20 من كتاب اللغة والأدب. كل عام وأنتم بخير. ها نحن نختم مادة الفصل الدراسي الثاني، لذلك وجب علينا أن نقوم بمراجعة سريعة لمادة الاختبار النهائي. قبل أن نبدأ، لابد من ذكر الأهداف المرجو تحقيقها اليوم. إذن أهدافنا اليوم أن نقوم بمراجعة سريعة للتحليل والمقارنة التي ستقوم بها للاختبار النهائي، حيث ستقارن بين قصتين، وذلك بالتركيز على المفهوم الرئيس وعبارة البحث. أذكر أن عنوان وحدتنا خطوات على الغيب تتناول فناً من الفنون الأدبية وهو فن القصة، حيث كان المفهوم الرئيس فيها هو الإبداع، حيث ذكرنا كيف أبدع كل قاص من كتاب القصص التي تناولناها كالعم صالح أو الشيوخ الثلاثة أو القرد والغيلم في نقل تجربته و رسالته وعنوانه من خلال ما استخدمه من أساليب وتقنيات. كما ذكرنا أيضاً أنكم أنتم أبدعتم في كتاباتكم التحليلية، فالكتابة قائمة على الإبداع، وكيف ستبدعون في كتابة المقارنة بين قصتين. أما المفهوم ذو الصلة هو الإطار العام، الزمان والمكان، فالزمان والمكان هو الإطار الذي يحدد القصة. السياق العالمي هو التوجه من حيث الزمان والمكان، فكل قاص له رسالة يحكمها الزمان الذي عاشه. عبارة البحث، الإبداع تعبير ذاتي يتخطى حدود الزمان والمكان. سأذكر ذلك عندما أقوم بذكر العناوين التي سنقوم بمقارنتها في القصتين. لابد في المقارنة أعزائي الطلاب أن نذكر في كل فقرة عنوان معين، فنبدأ بالأدب وأهميته ونركز على عنوان أو نوع الأدب الذي سنكتب به وهو فن القصة. فقد تذكر في الفقرة الأولى أهمية الأدب، فالأدب هو المحور الذي يركز على حياة الشعوب وينقل لنا العادات والتقاليد، ثم تذكر لي من هذا الأدب فن القصة، حيث ستقول أنك ستقارن بين قصتين، ولنفرض مثلا هما قصتا القرد والغيلم والشيوخ الثلاث. انتهينا من الفقرة الأولى لننتقل للعنوان. لابد أن العنوان هو مدخل للأعمال الأدبية، عليك أن تذكر في بداية الفقرة شرح بسيط أو كلمة مفتاحية يدل عنها عليها العنوان. فمثلا العنوان هو مدخل للأعمال الأدبية، فلا عمل أدبي دونه. فعنوان قصة مثلا العم صالح يدل على، أما عنوان القصة الأخرى، لاحظ أنني سأضع لك بعد قليل بعض الكلمات، كلمات الربط التي يجب أن نستخدمها في المقارنة بين قصتين. الزمان والمكان، ذكرت في الفقرة الثالثة أن الزمان والمكان هو الإطار العام الذي يحدد مجريات القصة، ثم تذكر الزمان والمكان في كلا القصتين. الشخصيات، وبالتركيز على شخصية واحدة فقط، سنذكر الشخصيات بشكل عام، وصف سريع لهذه الشخصيات، كأن نقول مثلاً العم صالح في قصته كان عابساً، له سر لا نستطيع أن يعرفه أحد. أما في القصة الأخرى أو على العكس من ذلك، فقد كانت شخصية الشخصية الأخرى. أما العقدة، والعقدة هي عنصر أساسي في كل قصة لابد أن يكون لها حل في النهاية، وقد يكون هذا الحل مفتوحاً أيضاً. الأساليب والتقنيات، أذكر أن هناك اختلاف بين الأساليب والتقنيات، وعليك أن تذكر أهمية استخدام الأساليب، فيجب أن تقول يبدع كل كاتب من خلال استخدام أساليب وتقنيات تبعد عنا الملل وتزيد عنصر التشويق والمتعة أثناء القراءة. ثم تذكر ومن هذه الأساليب في قصة كذا
قد تقول الاستفهام، التعجب، النداء، والنفي مثلا أو الأمر، ولا بد أن تكتب شواهدا تدل على صدق كلامك. ثم التقنيات قد تنتقل إلى السرد أو الصور الفنية مثلا التي ذكرها، وأيضا تعطي شواهد من القصة. وأذكر أن النص سوف يكون أمامكم في الاختبار. نهاية عبارة البحث، كنت قبل قليل قد قلت أن عبارة البحث هو الإبداع يتخطى حدود الزمان والمكان، فعليك أن تبدأ هذه الفقرة بكلمة أبدع كل كاتب في نقل رسالته أو تجربته من خلال ماذا؟ من خلال جميع ما ذكرت قبل قليل، من خلال ما استخدمه من عنوان، زمان ومكان، أساليب وتقنيات، ولكن عليك أن تختار قصة فضلتها على الأخرى والسبب في ذلك، فتقول مثلا: ولكني فضلت قصة كذا على كذا لأنها مثلا تتناول فكرة أعمق، تتناول قضية أو موضوع معين أنت تحب أن تسمع إليه. أذكر أعزائي الطلاب أن هناك أدوات وتراكيب ربط قد وضعتها لكم في صفحة المنصة التعليمية في صفحة الدليل الدراسي، كما أن هناك نموذج للمقارنة تستطيع الاسترشاد به أثناء الكتابة. وأذكر أيضا أن هناك أنشطة ومواد مرئية تساعدك على التحليل والكتابة بصورة إبداعية أكثر. أذكر أن الكتابة لا تكون نقلا حرفيا عن النموذج، فالكتابة إبداعية يجب عليك أن تغير فيها لا أن تحفظها. أشكر استماعكم، أتمنى لكم حظا موفقا، وكل عام وأنتم بخير مرة أخرى.